استعرض الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج العامل الوحيد أمام نادي النصر لخطف لقب الدوري السعودي للمحترفين من أمام ناديي الاتحاد والهلال، وحافظ الاتحاد على صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة، والهلال ثانيا ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق برصيد 52 نقطة، والنصر ثالثا برصيد 54 نقطة. وأكد الإعلامي النصراوي محمد العنزي على حظوظ العالمي في التتويج بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم تأخره عن المتصدر بست نقاط والوصيف بنقطة واحدة مع مباراة مفصلية غدا الاثنين. وقال محمد العنزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج أكشن مع وليد: النصر متمسك من الناحية الحسابية بفرصه في تحقيق لقب الدوري على أمل تعثر فريق الاتحاد في مبارياته المتبقية. وعلق الإعلامي وليد الفراج على تصريح العنزي المثير ساخرا: فوز النصر بالدوري يحتاج أن يصاب معسكر الاتحاد بمتمحور حتى يخسر الفريق الاتحادي مبارياته المتبقية في الدوري. وتابع: الدوري الاتحادي حتى يخسر الهلال، وإن لم يخسر فهي أزمة كبيرة للعميد، ولكن أن النصر يتوج بالدوري هذا يحتاج لرجل صالح يدعي معها. ومن جهة أخرى رد الفراج على تغريدة لأحد متابعي برنامجه قال فيها الأخير: ستعتزل الرياضة يوم الاثنين بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال، متوقعا خسارة الهلال في لقاء الكلاسيكو المرتقب. وتهكم الإعلامي الكبير عن اعتزاله الرياضة بسبب كلاسيكو الاتحاد والهلال حيث قال: أعتزل الرياضة لماذا؟ من أجل مباراة. وأوضح الفراج قائلا: مباراة الكلاسيكو يوم الاثنين لست بخسران بها، إن فاز الاتحاد فهنيئا لأنمار، وإن فاز الهلال فهنيئا لفهد. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.